Good morning, student. Good morning. Good morning. You can see? I can see. You can see? Yes. Okay. Good morning. Hi, good morning. Okay. Now, we will read the new lesson of okay وسائل التواصل Okay, we will read this lesson here. You can hear me, student, right? Yes, Mr. Okay. Yes, okay. I hear you. Thank you. So now we will start with Adnan reading the lesson. Then we will go for the answering the questions. Okay, وسائل التواصل. Continue. مدونة يقوم فرد أو مجموعة من الأشخاص بتسجيل الرأي والمقاومة بشكل متكرر عبر موقع من الموقع من الموقع مواقع Okay, continue. الصورة التي تمثل شخصا أو مجموعة في أغلب الأحيان عند قيل المنتديات أو شبكة التواصل الاجتماعي الصورة الرمزية. Okay, thank you, Adnan. Now we go to Ahmed Saleh. الصورة. Here. دردشة الاتصالات الفردية عبر الإنترنت. صورة تعبيرية. Okay. مجموعة من الوجوه والصور التي تعبر عن حالات مختلفة. Okay, one more. تعليق ما يكتب الشخص من كلمات أو جمل للرد على ما ينشره أصدقائه عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي. Okay, thank you, الاجتماعي. Ahmed Saleh. Now we go to Saif. Yes, Mr. Hello. يلا اقرأ. Okay. لينكد It's called LinkedIn. LinkedIn. Mister.
نعم. Will you tell us our remarks about the quiz? No. Okay. يلا يا سيف. LinkedIn. Okay. أحد أحد موقع. أحد مواقع. أحد مواقع التواصل الاجتماعي المخصص. Okay. لإنشائي علاقات مهنية بين الأفراد. Okay. Ben here. Okay. الست. Here. This word. Oh. أعجاب. Okay. الستاجب. No. الاستجاب. الاستجابة. Okay. استجابة الإجابة. الاستجابة الإيجابية. الإيجابية. Okay. للمستخدم في وسائل التوصيل. التواصل. التواصل الجمعية. جمعية. الاجتماعي. عقلك في الجمعية أنت. كمل. Next. Continue. صورة. صورة ذاتية. التقاط الصورة الصور الشخصي شخصية بوس الشخصية بوس بواسطة الشخص لنفسه أو لمجموعة من الأفراد. Okay, thank you, Saif. Nawaz. أنسجر. Instagram. Okay. تطبيق. مشاركة في الصور. في الصور. Okay. لعدد هائل من البشر. Okay. The down one. الفياس. الفيسبوك. Okay. منصة اجتماعية. عبارة عن موقع. Okay. عن موقع. Okay. Continue. للتواصل. الاجتماعي. يمكن. Yes. يمكن. Okay. المستخدمين. المستخدمين. من المشاركات. من المشاركة. أوكي. في الآراء. أوكي. والصور. أوكي. والصور. ونشر.
التعلقات وروابط أخر وروابط أخرى مؤسسة مؤسسة أوكي مارك زوكر زوكر بيج أوكي ثانك يو نواز ناو مكاشفي يلا from the title okay وسائل علي صوتك وسائل انت صوتك صوتك وسائل. علي صوتك ايوه وسائل التواصل صح وسائل التواصل يلا مد ها هذه شو هذه مد مدونة 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 يعني فلوج اوكي اقرا يكم شو اجي مره ثانيه اقولها مره ثانيه يكم يقوم 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 ايوه فرد فرد صح ف او مجموعتي مجموعة من الاشخاص الاشخاص اوكي بتسجيل اوكي الراعة الآراء الآراء اوكي المعلومات بشكل اوكي متكرر موقع عبر موقع من المواقع اوكي ذا سكند وان الصورة الرمزية اوكي رمزية كونتينيو الصورات التي اوكي تمثل اوكي شخصا أو مجموعة أوكي في أغلب الأحيان اوكي داخل اوكي المنتديات او شبكات الاجتماعي
Okay, Mukashfi, thank you. Now, Muhammad Omar. Yalla. As the shakhs... Here, Baba, here. Yes, that one. Ah, read it. Does the shut? Does? Where's does? Does? It is dar da sha. Dar da sha? Huh, it means? Messages? Yes. Read the down one. Al. Dar da sha? No, dar da sha doesn't mean messages, it means chat. Okay. Al at at so alta al ittisalatu al ittisalatu ha al fardita al fardiya al fardiya abra okay al internet al internet al internet okay good the down one surat ta'birita sura ta'biriya okay majmu'at min al waj wihi okay wa al suri wa suri okay al allati 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 ta'abir tu'abbir tu'abbir an halati okay majta mukh mukhta لي ماتي مختلفة مختلفة one more okay تعاليك ما يكتبه okay ما يكتبه الشخص الشخص من كل كلمات من كلمات أو okay. أو جمل أوكي okay. للرد على ما ينشره ينشره then أصدقاؤه okay عبر أحد okay أحد وسائل وسائل okay التواصل التواصل الاجتماعي الاجتماعي اوكي ثانك يو محمد عمر الحين محمد نصر لينكد كدائل لينكد ان لينكد ان اوكي أحد مواقع الاجتماعي التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي المخصص لإنشاء علاقات معنية بين الأفراد كمل الإعجاب أوكي الاستجابة الإيجابية للمس
تخدم في وسائل التواصل الاجتماعي. اللي بعدها كمل. صور ذاتية. أيوة. التقاط الصور الشخصية بواسطة الشخص لنفسه أو لمجموعة من الأفراد. Thank you, محمد ناصر. John. Yes. Instagram. Al Instagram. تطبيق. مشاركة. أوكي. مشاركة في الصورة. الصور. أوكي. لعدد. هلل. First, John, can you reduce the noise, please? Okay. Yes. Read clearly now. لعدد هائل من. البشر. Okay. The down one. الفيسبوك. Okay. الفيسبوك. Yes. Continue. الفيسبوك. منصة اجتماعية. عبارة عن موقع. Okay. لا. John, you have too much noisy with your mic, or what's wrong with your mic? Why it is too much noisy from your side? I don't know. Okay, continue. عبارة عن موقع للتواصل الاجتماعي. Okay, continue here. يمكن المستخدمين. من المستخدمين من. Read this. I cannot hear you, John. Raise your voice, please. من النشر. المشاركة. المشاركة في الماء. Okay. والصور. ونشرة. أوكي. ونشر التعليقات. التعليقات. وروابط أخرى. مؤسسة. مارك. Okay, John, thank you for reading. I will read all once, then we'll go for the answers. وسائل التواصل. مدونة. يقوم فرد أو مجموعة من الأشخاص علي سالم, أنت ما قرأت. Sorry. علي سالم, اقرأ. وسائل التواصل. Okay.
Yeah. Okay. مدوفة. مدونة. مدونة. يخوم. يقوم. يقوم. فرد. فرد. مجموعة. من. Okay. الشخصي. الأشخاص. الأشخاص. Okay. بتسجيل. بتسجيل. Okay. الآراء. 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 المعلومات. المعلومات. بالشكل. اوكي. قرارة. متكرر. متكرر. اها. عبرة. عبرة. موقع. أيوة. من. من المواقع. اوكي. ثانك يو علي سالم. الصورة الرمزية. الصورة التي تمثل شخصا او مجموعة في اغلب الاحيان داخل المنتديات او شبكات التواصل الاجتماعي. دردشة. الاتصالات الفردية عبر الانترنت. صورة تعبيرية. مجموعة من الوجوه والصور التي تعبر عن حالات مختلفة. تعليق. ما يكتبه الشخص من كلمات أو جمل للرد على ما ينشره أصدقاؤه عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي. LinkedIn. أحد مواقع التواصل الاجتماعي المخصص لإنشاء علاقات مهنية بين الأفراد. إعجاب. الاستجابة الإيجابية للمستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي. صورة ذاتية هي التقاط الصور الشخصية بواسطة الشخص لنفسه أو لمجموعة من الأفراد. انستغرام. تطبيق مشاركة في الصور لعدد هائل من البشر. الفيسبوك. منصة اجتماعية عبارة عن موقع للتواصل الاجتماعي يمكن المستخدمين من المشاركة في الآراء والصور ونشر التعليقات وروابط أخرى. مؤسسه مارك زوكربيرغ. Now, this is the lesson. We read it already. Now here, we need to answer the exercise number two. The exercise number two, وسائل التواصل. وسائل التواصل, it means the communication channels, or as what we say, media communication, or communication channels. وسائل التواصل, it has two ways, قديما وحديثا. قديما, which means in the past, حديثا, which means currently, recently. Now, I will give you this as option to think how it was the communication channels in the past and
currently, recently. How it was before, through what, and what about now? You think about it, and we are going to meet after Eid, maybe Wednesday. Wednesday, we don't have a class, so we might be meeting together again next Thursday. Till that time, please try to think about this, and we will see it next Thursday. Happy Eid in advance for all of you, and see you after Eid. Mr. Before you go. Naam. How can we get our marks? When the school will know, when school they will announce, you will know. But Mr. Naam, yeah, Mr. I have to close the school, this one. Tell me. Before you leave, what do you mean? John, stop doing this. Yes, Ali. Before you go, what do you mean by meeting? Do you mean like meeting in the class or just meeting in the computer?